كل يوم بيكون معانا فقرة يومية من الأزهر الشريف. فقرتنا النهاردة بعنوان فضيلة جبر الخواطر، وإزاي الدين الإسلامي دعا إلى جبر الخواطر بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الناس الطيبين اللي زي حالتنا كده جال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاه طبق من العنب، وكان الصحابة كلهم قاعدين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده تقدم كده ودخل في وسط الصحابة وقال له: يا رسول الله، والله ما عندي غير هذا الطبق أهديك إياه، أنا ما عنديش حاجة خالص أديها لك وأهديها لك إلا الطبق ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأكل من العنب، واحدة اتنين تلاتة، وبدأ يأكل قرب يخلص الطبق وما اداش لحد حاجة، ودي كانت على غير العادة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل فرحان جدا، مش بس علشان سيدنا النبي قبل هديته، لا ده كمان أكلها لوحده. لما الراجل مشي ومشي فرحان ومبتسم وسعيد جدا إن سيدنا النبي قبل هديته وما اداش لحد منها، معنى ذلك إنها حلوة جدا وعجبت سيدنا النبي قوي. الصحابة سألته: يا رسول الله، عهدناك تقتسم بيننا، إحنا اللي نعرفه لو جات لك هدية بتدينا منها، اشمعنى الهدية دي بالذات؟ تعالوا شوفوا الجمال والمحبة اللي بيعلمها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه سيدنا النبي؟ قال: لما تذوقت العنب وجدته مرا، لما تذوقت العنب وجدته مرا، فخشيت أن أعطي أحدكم منه شيئا فيظهر مرارته فيفسد على الرجل فرحته. الله يا سيدنا النبي، الله على الجمال، الله على جبر الخاطر، الله على حلاوة الدين وجمال الدين اللي بيحافظ على مشاعر الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس جميل جدا، لو اتعلمناه هنكسب كتير قوي. المحبة هتبقى شعار بينا، المحبة هنشوفها بعينينا، مش بس هنسمع عنها، لأن كتير بنسمع عن المحبة اللي بينا لكن ما بنلمسهاش. لكن لو نفذنا اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا اللي بيعمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يجبر خاطر الراجل ويتحمل مرارة العنب، مع ذلك أنه مين ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل كل ده؟ هل إحنا هنتعلم الدرس من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونجبر خاطر اللي قدامنا بابتسامة، بكلمة، بضحكة، بأي طبطبة على قلب اللي قدامنا علشان نتعلم الدرس من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الدرس بقى واضح قدامنا وإن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا جبر القلوب وجبر الخواطر على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك العلماء بيقولوا قول جميل جدا، وهو عايزك تحفظه الكلام ده. إيه هو الكلام دوت؟ من سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. لو عايز ربنا يبقى معاك، كن مع الناس الغلابة. لو عايز ربنا يبقى جنبك ويسترك ويجبرك، أجبر بخاطر الناس وقف جنب الناس. ربنا يجبر بخاطرنا ويستر قلوبنا وعيوبنا ويجبرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.